محمد جودة ملك وسط الملعب. محمد جودة موسى حامد أحد أبرز أبناء الأهلي، نجح بفضل مهاراته العالية وطريقته المميزة في اللعب بخطف أنظار جماهير النادي العريضة، حيث كان لاعبا رائعا يجيد اللعب في أكثر من مركز داخل المستطيل الأخضر. اجتهد جودة خلال مسيرته الكروية داخل قلعة الجزيرة حتى أصبح من بين أفضل لاعبي خط الوسط الذين دافعوا عن ألوان المارد الأحمر في الألفية الجديدة. أقبل النادي الأهلي وجودة يشرخ ويعدي وداخل وبيبص وعاوز يشوط وشاط ويطير عليها وسام يطلعها ضربة ركنية. ولد جودة في 15 من أغسطس عام 1979 بمدينة السويس، وبدأ رحلته مع كرة القدم ناشئا داخل النادي الأهلي، وتدرج في الفئات العمرية المختلفة حتى تم تصعيده للعب مع الفريق الأول عام 1997. استطاع محمد جودة أن يثبت جدارته مع بطل مصر وبات أحد عناصره الأساسية حتى رحل عن كتيبة الشياطين الحمر موسم 2003-2004. وجودة وجول الثاني للنادي الأهلي محمد جودة. عاش محمد جودة لحظات تاريخية خلال مسيرته مع النادي الأهلي، حيث كان ضمن عناصر الفريق الذي فاز على ريال مدريد الإسباني في مباراة القرن، علاوة على التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب سان داونز الجنوب أفريقي عام 2001، وكأس السوبر القاري أمام كايزر تشيفز في 2002، ليحصد جودة 10 ألقاب متنوعة ما بين محلية وعربية وإفريقية خلال فترة تواجده مع الفريق الأحمر. وداخل اوبا الله 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 عليك يا جودة. خاض ملك خط الوسط عدة تجارب احترافية، من بينها الانتقال لنادي أراوا السويسري، ثم اللعب لأنقرة جوجو التركي، قبل أن يعود للدوري المصري عبر بوابة النادي الإسماعيلي الذي قضى فيه موسما واحدا قبل أن يرحل مجددا لخوض تجربة احترافية رفقة أسيريسكا السويدي موسم 2007-2008، ثم عاد مرة أخرى للدوري المصري العام لكن مرتديا قميص حرس الحدود الذي لعب له خلال الفترة من عام 2008 وحتى 2010، محققا معه 3 بطولات وهي كأس مصر مرتين وكأس السوبر المحلي مرة واحدة، قبل أن يعتزل اللعبة الشعبية الأولى في العالم متجها لعالم التدريب، حيث خاض تجربة تدريبية بنادي طلائع الجيش بداية من العمل في قطاع الناشئين وصولا لمدرب عام بالجهاز الفني للفريق الأول بالنادي العسكري خلال الفترة من 2014 وحتى عام 2019 قبل أن يرحل عن منصبه. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية في السادسة، وزي ما شفتوا في التقرير ملك خط النص في لعيبة كده الحقيقة بتشيل فرقة وتشيل خط كامل، وأعتقد أنه مشوار طويل جدا مع الكرة بشكل عام، وإن كانت فترة الأهلي أعتقد أنها مرحلة مهمة جدا ومرحلة خاصة جدا كان فيها شديد التألق شديد التوهج، حقق بطولات كتير مع النادي الأهلي. كابتن محمد جودة هو ضيفنا النهاردة في السادسة، أهلا بيك يا كابتن محمد. أهلا وسهلا أستاذ أحمد بحضرتك، مبسوط جدا أن أنا في قناتنا كلنا يعني طبعا، ومتشكر جدا على الكلام والمقدمه الجميله دي. تستحق اكتر من كده الحقيقه، انت صاحب مشوار مهم ومرحله مهمه جدا مع النادي الاهلي، ورغم انك انت احترفت في انديه كتير جدا لكن بيتهيالي انه محطه الاهلي بالنسبه لك غير انها محطه انطلاق وبدايه توهج، لكن يعني في مشوار اي لاعب لما يكون مع فريق كبير بحجم النادي الاهلي ويحقق الكم الكبير جدا من البطولات بتبقى بالتاكيد مرحله مهمه جدا ومحطه مهمه جدا في حياتك. اكيد طبعا كلام حضرتك مظبوط 100%، طبعا مع احترامي طبعا لكل الانديه اللي لعبت فيها، انديه طبعا محترمه وانديه كبيره بكن لها كل احترام وتقدير، ولكن يبقى حتى اسمي حتى يعني الواحد بيمشي في الشارع محمد جودة لاعب النادي الاهلي، محمد جودة لاعب النادي الاهلي السابق، يبقى الاسم يعني الحمد لله الحمد لله مرتبط بنادي كبير زي النادي الاهلي يعني. امتى دخلت النادي الاهلي لاول مره؟ ده من اول مره وانا تقريبا عندي 9 سنين يعني. وانا عندي 9 سنين كان معايا مجموعه كبيره جدا من اللعيبه، يعني كان الجيل مواليد 79، كان امير عبد الحميد موجود،
كان ابراهيم سعيد، الناس اللي كملت حسن مصطفى، مش عايز انسى حد، احمد صلاح حسني طبعا. أيوه. بس وكملنا يعني لغايه الفريق الاول من وانا عندي 9 سنين تقريبا. المحطه او اللحظه اللي ابتديت تلعب فيها مع الفيرست تيم في النادي الاهلي، تمام. النقله دي حصلت ازاي ومين المدربين اللي كانوا ليهم بصمه مع كابتن محمد يعني مودة؟ طبعا يعني حلم اي ناشئ او اي حد بيلعب في قطاع الناشئين في النادي الاهلي ان يلعب فريق اول. أيوه. ويمكن عايز اقول لحضرتك ده كان يعني بالنسبه لنا كلنا حتى ما بنيجي نتكلم بنقول يا مستحيل ان احنا نطلع نلعب فريق فلسطين. اول دي حقيقه يعني هم مش لعيبه كتير بتبقى من الناشئين بتطلع تلعب فيرست تيم يعني قليلين اكيد طبعا انا بتكلم عموما قبل حتى ما يطرح اسامينا يعني ان احنا نلعب. فالمهم يعني كان مستر هولمان هو اللي موجود يعني يمكن اول واحد دربت. كان في النادي الاهلي كان داخل في بطولتين، بطوله عربيه ودوري ابطال افريقيا يعني فاكر. فكان في فريق سافر هنا وفي فريق من هنا طلبوا ناس في الناشئين والحمد لله طلعنا يعني. وكنا طلعت انا وابراهيم سعيد واحمد صلاح يعني كذا حد كده الحمد لله طلعنا وكملنا يعني. الاول ماتش ليك في الفيرست تيم مع النادي الاهلي دايما بيقولوا حتى النجوم الكبار قوي اول ماتش في تاريخ النادي الاهلي يقول لك فنيت النادي الاهلي تقيله. طبعا النادي الاهلي تقيل على اي لعيب مهما كانت امكانياته ومهما كانت جماهيريته. يمكن اول ماتش رسمي ليا كان في البطوله العربيه في استاد القاهره كان على ما اتذكر قدام الشباب السعودي. يمكن كسبنا 3-0 يمكن اول ماتش ليا احرزت هدف، كنت انا احرزت هدف، كابتن حسام حسن احرز هدف وكابتن سيد عبد الحفيظ احرز الهدف الثالث. حتى اول مباراه برضو ليا على المستوى الافريقي كانت امام شوتينج ستارز في نيجيريا هناك وبرضو احرزت الهدف الاول يعني الحمد لله دايما يعني البدايات يعني الحمد لله كانت كويسه. انت كنت شويت كانت رجلك ما شاء الله ده اللي حصل كنت من لعيبه النص اللي دايما بيكملوا مع الفراوده يعني في لعيبه نص دايما ممكن يقضي مشوار حياته كله في فريق ما جابش جوال لكن انت كنت ما شاء الله بتكمل وبتزيد يعني عايز اتخطى اصلا يعني نقطه الكلام عن ان انا اتكلم عن نفسي دي يعني ولكن فعلا المفروض يعني الطبيعي حتى ما بنقول حتى دلوقتي بالمسميات الجديده رقم 6 ورقم 8 أيوه. لازم رقم 8 يتقدم شويه حتى لو 6 تقدم لازم 8 يقف. دي كنت بعملها وعملتها في سنه من السنين بصوره كويسه جدا كان مع حسام غالي ما كانش حد يعرف مين 6 ومين 8 كان لو هو طلع وانا بقف والعكس صحيح. يمكن احرزت تقريبا 9 اهداف او 10 اهداف الموسم ده وحسام غالي برده 8 اهداف. فيعني حتى اما الواحد بيجي يطلع يحلل الماتشات بيطلب من لعيبه وسط الملعب ان هي تزيد وتشوت لان دي احد الحلول يعني. الجيل بتاعكم الحقيقه يمكن انت حققت 10 بطولات تقريبا مع النادي الاهلي تقريبا يعني بطوله من وجهه نظرك واهم افتكر معاك كده بس اهم الماتشات. وعلى فكره احنا بنتكلم معاك دلوقتي وانت من ولاد النادي طبعا بيبقى في رساله مهمه جدا للشباب الصغير والناشئين اللي طالعين النهارده من النادي الاهلي يعرفوا المشوار. بالتاكيد المشوار ما بيبقاش سهل اكيد طبعا. ولما تبقى بتلعب مع تيم زي النادي الاهلي عليك ضغط جماهيري طول الوقت، اي مسابقه بتكسب بتلعب فيها مطلوب منك انك انت تكسبها او جماهيرك على الاقل مستنيك تكسبها، كل دي تجارب مهمه جدا تتنقل للشباب الصغير اللي طالع. اكيد يعني يمكن طبعا برضو يعني الواحد بيتمنى اصلا الحياه ترجع والجماهير ترجع للملعب يعني يمكن الحمد لله الواحد محظوظ اللعب قدام 100,000 متفرج ومن واحنا داخلين في الاتوبيس بياخد ساعه علشان يدخل الاستاد بندخل جوه نلاقي الجمهور مليان. اعتقد ده يعني زي ما حضرتك قلت الانديه الكبيره لازم اللعيبه تتمتع ان هي تلعب تحت ضغط. يمكن الجيل الحالي ده شويه طبعا في ضغط جماهيري كبير جدا بس عن طريق مثلا اما بيمشوا في الشارع عن طريق روحهم ان هم عايزين يكسبوا، ولكن في الملعب قدام 100,000 متفرج دي ده موضوع كبير جدا. يمكن الحمد لله لعبت مباريات كتير طبعا النادي الاهلي على طول في اغلب الاوقات سواء المباريات الافريقيه او المحليه الاستاد كان بيبقى متقفل. فاعتقد ان انا من الناس المحظوظه وان شاء الله الحياه ترجع والجمهور ترجع لمكانها الطبيعي لان اصلا الكره للجمهور يعني. طبعا كنا النهارده بنفتكر مع مشاهدي السادسه واحد من الماتشات التاريخيه الحقيقه المهمه جدا للنادي الاهلي، ماتش الاهلي واي اس روما بطل مزبوط. ايطاليا اللي اتلعب في استاد القاهره مزبوط. كنت بسالك حتى قبلها وانت شاركت في ماتش؟ قلت لي لا ما شاركتش، بس انت شاركت في ماتشات تانية لعب مزبوط. فيها الاهلي مع فرق عالميه اهمها يعني ريال طبعا اهمها مباراه القرن طبعا مع ريال مدريد وبرده وسافرنا اسبانيا لعبت مباراه ريال سوسيداد هناك. فالحمد لله يعني
النادي الاهلي يعني على مختلف الاجيال، ولو حضرتك حسبتها كده هتلاقي ما فيش موسم او 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 سنتين بيعدوا لما لازم فريق كبير سواء يجي يلعب في القاهره هنا او النادي الاهلي يسافر له، او يعني زي برضو مباراه بايرن ميونخ تقريبا كان في الامارات في دبي. يعني دايما كده النادي الاهلي يعني اما بيجي حتى يطلب ان يلعب مع انديه كبيره، الانديه بتوافق على طول للمكانه الكبيره طبعا اللي موجود فيها النادي الاهلي طبعا. والعكس صحيح يعني. والموضوع مش ماتش بس، يعني لما نتكلم على علاقه الاهلي وبايرن ميونخ او الاهلي وريال مدريد مزبوط. اعتقد في دايما تواصل مستمر بين الانديه. الاهلي كواحد من اكبر الانديه العربيه والافريقيه، وطبعا بنتكلم عن نادي زي بايرن او ريال في اوروبا من الانديه الكبيره جدا. اتكلم معاك شويه عن ماتش ريال ده. اتفضل. يعني انتوا كلاعيبه يعني الجمهور بيبقى جمهور بدايه، يعني اي اهلاوي ما دام بيقابل فريق اكس كان بقى بطل اوروبا كان بطل اسيا كان بدل على ملعبنا ووسط جمهورنا، دايما جمهور الاهلي عنده طموح احنا نكسب الماتش ده. لكن ممكن يبقى من وجهه نظر اللعيبه يعني الموضوع مختلف. ازاي كنتوا بتحضروا المباراه القرن بين الاهلي والريال وانت نازل الملعب انت والفرقه بتتكلموا في ايه؟ عندكم احساس انكم ممكن نكسب الريال، ولا المهم ان احنا نلعب ماتش حلو نبسط بيه الجمهور؟ يعني كلمني عن كواليس الماتش شويه. يعني هو المباراه دي كانت في بدايه الموسم، واحنا اصلا كنا عاملين معسكر في البرتغال. كان مين مدرب ساعتها؟ مستر مانويل جوزيه. كان جوزيه اول ما من اول ماتشات اللي لعبها جوزيه اعتقد اول مباراه في القاهره. اكيد كنا عاملين معسكر في البرتغال، كنا قاعدين كلنا طبعا مع بعض ومتجمعين وعارفين ان احنا هننزل القاهره. أيوة. وهننزل مصر هنلعب ريال مدريد، فيعني اوريدي احنا كنا مع بعض، كنا قاعدين تقريبا اسبوعين في البرتغال معسكر استعداد للسيزون. يعني. بالظبط. يعني مش عايز اقول لحضرتك من اول ما عرفنا ان احنا هنلعب ريال مدريد طبعا المعسكر طبعا بقى يعني عايز اقول لحضرتك نار، كله بيتسابق وبيتنافس منافسه شريفه ان هو يشارك في المباراه دي. لان زي ما حضرتك عارف المباراه دي تقريبا من 19 20 سنه لسه مثلا حضرتك بتتكلم عليها وكل الاعلاميين بيتكلموا عليها وهتفضل في التاريخ. كان في منافسه كبيره جدا جدا من خلال المعسكر بعد ما عرفنا معلومه ان خلاص هنلاعب ريال مدريد، بما ان النادي الاهلي نادي القرن الافريقي ونادي ريال مدريد في اوروبا. اعتقد يعني نزلنا خلصنا معسكر، نزلنا من القاهره على طول على معسكر لعبنا المباراه دي. المشكله اللي مش مشكله اللي كانت بتقابلنا، الحاجه الكويسه جدا اللي كانت بتقابلنا ان ريال مدريد في الفتره دي تقريبا يعني جمع لاعبين من جمع على زيدان وفيجو وروبرتو كارلوس وراؤول جونزاليس وجوتي وكاسيا كتير لعيبه كتير ومكاليلي بيتهيألي كان بيلعب مكاليلي ولاعيبه كتير جدا جدا يعني ورونالدو رونالدو الكبير يعني عايز اقول لحضرتك اساطير زين الدين زيدان زيدان لوحده ده زيدان اسطوره ده قصه كبيره الموضوع كان كبير جدا جدا يعني يمكن بطبيعه الحال في رهبه كابتن وانت في الملعب يعني خلاص بقى ابتدينا والحكم ابتدى المباراه وال100 الف مليين الاستاد والتعليمات بتاعه كابتن جوزيه قبل الماتش اول ما بتنزل تلعب جنب اسماء من يعني تقيله قوي كده الموضوع ايه احساسك ايه وانت في الملعب حضرتك بتلعب مع يعني احسن لعيبه في العالم يعني بجد احسن لعيبه في العالم ومن كل الجنسيات وكل المنتخبات يعني يمكن عايز اقول لحضرتك تركيزنا كان شديد جدا اكنها مش مباراه وديه خالص كل واحد عارف ان شاء الله لو عملنا نتيجه كويسه او بقى كويس في المباراه دي هتقعد للتاريخ كله. اخذنا ده في الحسبان يمكن اكيد بطبيعه الحال كان في رهبه شويه في اول المباراه ولكن مع سير المباراه عايز اقول لحضرتك نسينا وبرده حسينا ان احنا النادي الاهلي اللي لازم يكسب. يعني بعد تقريبا 7-8 دقائق هنقول 10 دقائق بالكتير قوي الموضوع بقى عادي جدا يعني طبعا كان في فرص كتير جدا لفريق ريال مدريد عكس ما في ناس كتير اتكلمت لا كانوا واخدين المباراه بجد جدا كانوا بيلعبوا اصلا يعني الفريق بالكامل يعني احنا برضو توقعنا برضو اما نوصل هنلاقي زين الدين زيدان ما بيلعبش هنلاقي لويس فيجو ما بيلعبش هيريح هجوم يعني الفريق ويلعب يعني متوقعين يعني. لاخر لحظه لقينا الفريق بالكامل اديتنا دفعه كبيره جدا. بقول لحضرتك اكتر من اسبوعين عارفين ان احنا هنلاعبهم طبعا كله مركز بطريقه كبيره جدا. اللعيبه بتتكلم مع بعض يعني بعيدا حتى عن توجيهات الجهاز يعني بالتاكيد الجهاز بيحفظ ادواره بيقول مين هيلعب فين وهنلعب ازاي ولو حصل سيناريو الماتش هيمشي الكلام ده كله شيء عظيم لكن انتوا كلاعيبه بتتكلموا مع بعض او انت حتى ممكن تكون تتكلم مع حد من الفرقه
اللي هم قريبين قوي من كابتن محمد جوده قبل الماتش؟ لا كلنا. دي على فكره سمه موجوده في النادي الاهلي، مش عشان انا موجود هنا او لعبت في النادي الاهلي، سمه موجوده اي مباراه كلنا على قلبنا على قلب بعض. يعني حتى اللي ممكن انا ما ببقاش موفق شويه، اللي جنبي يشيلني، اللي جنبي يكلمني، في باص غلط طلع مني او حاجه، على طول على طول اقرب واحد ليا يقول لي يلا. يعني دي على طول موجوده في النادي الاهلي بصراحه، مش المباراه دي بس. ولكن انا بما اننا بنتكلم على المباراه دي، يعني عايز اقول لحضرتك يعني مش بعد 10 دقائق الموضوع بقى عادي جدا، بقى قلب كمان ان الواحد بقى مستمتع. يعني بقى مستمتع، الرهبه راحت، في فرق كبير جدا، الرهبه راحت وانت برضو لسه متنشن وكده، قلبت ان احنا بقينا مستمتعين بالمباراه. خطوه بخطوه دخلنا في المباراه الى ان احرز بقى طبعا صندي المباراه بعد اسيست من حسام غالي. طبعا اسيست عالمي حاجه عظيمه. يعني صدقني احساس النادي الاهلي وتيشيرت النادي الاهلي، لو هتلاعب مين بعد الماتش كان احساسكم ايه اول ما دخلتوا غرفة خلع ملابس؟ يعني ايه اللي حصل؟ يعني طبعا رد فعل، طبعا مهما اوصف لحضرتك رد الفعل خلاف اما مشينا وروحنا وفي يعني احنا خلاص كسبنا، يعني كسبنا مباراه كبيره طبعا وكل حاجه وفرحانين. وعايز اقول لحضرتك ان هي كانت احتفاليه اكتر بعد المباراه، يعني حتى يعني برضو دي نجوم كبيره وليها طبعا تقدير كبيره طبعًا. جدا اللي اتصور مع حد، اللي بدل التيشيرت مع حد، ولكن ما حسيناش بقيمه الكلام الكبير ده الا لما خرجنا في الشارع وتعاملنا مع الناس. حسينا ان الناس يعني مستقبله الموضوع باستقبال اسطوري، يعني ان ريال مدريد جه، خلاف بقى زي ما قلت لحضرتك حاجه هتفضل في التاريخ، ولغايه دلوقتي لو عدى برضو كتير جدا اي حد هيجي مكاننا هيتكلم. اهم محطتك على مستوى البطولات، في فترات كده اللعيب بيحس فيها انه المرحلة دي هي أكثر المراحل اللي أنا وصلت فيها لقمة النضج الكروي زي ما بيقولوا، يعني أنا السيزون ده أو البطولة دي اديت للأهلي أو اديت للفريق اللي أنا بلعبه أعلى مستوى. بالنسبة لكابتن محمد جودة كانت أنهي فترة يعني بالنسبة لي؟ في طبعًا يعني من أعز البطولات طبعًا، يعني وبتمنى النادي الأهلي إن شاء الله إن يحصل على البطولة أبطال أفريقيا. أبطال أفريقيا اللي جاية دي حصلت عليها مرتين. 2001 وانت عارف البطوله الافريقيه بتبقى على سنتين. ايوه يعني انا مشيت 2004 والاهلي حصل عليها 2000، شاركت في الجزء بتاع 2004 قبل ما تمشي. حتى كنت في تركيا، رجعت بصراحه زي ما بحكي لحضرتك بالظبط، لقيت الميداليه بتاعتي عندي لسه موجود، يعني المفروض يعني انا مشيت فخلاص الميداليه دي لا لكل اللاعبين اللي شاركوا في البطوله، وحتى لقيت المكافئات ولقيت كل حاجه. فاكر كويس جدا يعني انا كنت نازل اجازه من تركيا، كابتن عماد اليماني كان المدير الاداري كلمني قال لي حاجتك موجوده، كان في تكريم برضو ساعتها من مجلس الشعب او ساعتها اللي هو مجلس النواب برضو بميداليه، لقيت حاجتي كلها موجوده. وده يعني نادرا لما بيحصل مع اي نادي، يعني لعيب بيمشي او بيغادر خلاص كل حاجه بتروح عليه، فده اللي حصل. فاعتقد البطولات الافريقيه دي من اهم المحطات يعني. لكن بالنسبه لك انت شخصيا، يعني الفتره اللي حسيت فيها ان دي كانت قمه عطائك للنادي يعني الاهلي، وكانت تحت اداره جوزيه برضو، انا بتهيألي انت لعبت مع كابتن مع هولمان وجوزيه صح؟ وتسوبل لا ناس كتير كذا مدرب وتسوبل وكان فلسطين ما انا بتكلم على فيرستين هولمان وهولمان وتسوبل ومانويل جوزيه وتوني اوليفيرا برتغالي برضو. أوكي. يعني ديكسي الماني. يعني في برضو في مدربين كتير جدا. مين اللي حسيت فيهم انه كان صاحب بصمه على محمد جوده؟ يعني اعتقد بالنسبه لي انا اللي حطيني بصوره اساسيه في النادي الاهلي كان مستر تسوبل. يعني والحمد لله يمكن شاركت بصوره كبيره جدا، وحصلنا على بطوله الدوري مع اول يعني مع مستر هولمان هو اللي بدات معاه فيرست تيم، ولكن ما لعبتش بصوره اساسيه يعني. ولكن لما جه مستر تسوبل لعبت بصوره اساسيه وساهمت في الدوري ده، وكان يعني كانت مساهمه الحمد لله مساهمه فعاله يعني، وحصلنا على بطوله الدوري. اعتقد برضو الموسم ده كان مميز جدا بالنسبه لي. قبل ما اتكلم معاك عن مشوار احترافك لما مشيت من الاهلي في 2004، ده كان قرارك شخصي؟ كان قرار كابتن محمد جوده؟ يعني انا برضو هرجع برضو ان انا اصلا مشيت من النادي الاهلي فتره اعاره. فتره اعاره رحت سويسرا الاول. أيوة. ورجعت على النادي الاهلي تاني. رحت اف سي اراو ورجعت على النادي الاهلي تاني. مش عايز افكر بقى الناس بقى مشيت ليه، يعني كان
كنا بنلعب نهائي الكاس برضه هقولها عادي جدا انا كده كده يعني خلاص انا راجل مشجع اهلاوي دلوقتي تمام. في اتغلبنا 2-1 المباراه دي في نهائي الكاس، يمكن انا حرصت الهدف الاول وضيعت ضربه جزاء. انا نفسيا بصراحه ما يعني كنت حزين كاهلاوي يعني وحزين. يمكن اتكلمت مع الباشمهندس عادل الكويا قلت له يعني حاسس ان دي افضل فتره ان انا امشي فيها، وكان جاي لي عرض من نادي انقره جوجول التركي فوافقت عليه يعني بسبب لكن مشيت بارادتك. طبعا كان قرارك. على كل الاحوال انت صاحب تجربه برضه في الاحتراف مش قليله، انت لعبت في سويسرا ولعبت في تركيا ولعبت في السويد مظبوط. خلينا نرجع نتكلم عنها بس بعد ما نروح لفاصل سريع. اتفضل. ونرجع مع كابتن محمد جوده في السادسه مره ثانيه. يا اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه. عندي دايما حقيقه ايمان شديد جدا في قدرات اللعيب والموهبه المصريه، ولما بنيجي نتكلم عن الاحتراف بيبقى عندي علامات استفهام كتير جدا. احنا ليه مش بنشوف لعيبتنا بتلعب في اكبر انديه في اوروبا؟ ساعات بنشوف لعيبه مثلا من دول افريقيه ما عندهمش تاريخ كبير وما عندهمش انديه قويه وما عندهمش على المستوى الدولي رصيد مثلا مشاركات كبيره جدا، رغم كده بيلعبوا في اهم الفرق في اوروبا بدون ذكر اسماء لانه في نماذج كتير جدا. لكن يشغلني دايما اللعيب المصري. عندنا نماذج كانت منوره، عندنا كابتن هاني رمزي طبعا نجم قناه النادي الاهلي، عندنا كابتن احمد حسن، عندنا زيدان، عندنا عمرو زكي، عندنا المو طبعا صلاح دلوقتي. لكن اللي اقصد اقوله انه قدرات اللعيبه المصريه على المستوى الفني والمهاري والبدني ما اعتقدش ابدا انها قليله، عندنا مواهب كتيره جدا تصلح انها تلعب في اكبر انديه اوروبا. المشكله يمكن تكون في النفسي، وده اللي نجح فيه محمد صلاح بشكل كبير. كابتن محمد جوده صاحب 3 تجارب احترافيه. برحب بيك مره ثانيه كابتن محمد. انت لعبت مره في سويسرا ده كان على سبيل الاعاره، لكن لعبت بعد كده في تركيا مظبوط، وتركيا واحد من الدوريات اللي يعني مش من الدوريات السوبر بس من الدوريات القويه أكيد. ولعبت كمان في السويد. كلمني بدايه عن تجربه الاحتراف، اضافت ليك ولا حسيت انه الفتره اللي انت قضيتها في النادي الاهلي كانت فتره يعني افضل على مستوى البطولات على مستوى الممارسه على مستوى الفني بالنسبه للاعب محمد جوده؟ يعني طبعا هاخد من كلام حضرتك ومن المقدمه اللي حضرتك قلتها دي، فعلا في تقصير كبير جدا، سواء يعني ومش بستثني نفسي ابدا يعني من اي كلام هقوله من اللاعب المصري خصوصا في الاحتراف. يعني يمكن زي ما حضرتك قلت بالظبط، في ناس طبعا عملت تاريخ كبير زي كابتن هاني رمزي، كابتن محمد صلاح دلوقتي، أيوة. كابتن احمد حسن، نجوم كبيره جدا، كابتن احمد حسام، في مش عايز انسى حد يعني، ولكن في جزئين يعني ان حضرتك اتكلمت ان ليه بنشوف من دول افريقيه كتير نجوم كبيره جدا بتلمع وبتبقى موجوده في الاحتراف الخارجي بصوره اكبر من اللعيبه المصريه. اولا لسهوله احتراف، يعني في جزء كبير جدا بيقع على الانديه دلوقتي، الانديه المصريه ما بيجي عرض احتراف او حاجه بتطلب فلوس كتير جدا، الانديه الاوروبيه بتكون دي لسه اول خطوه للاعب المصري، فما بتقدرش تدفع المبالغ الكبيره دي، فبتلجا للدول الافريقيه اللي بتكون في بالاسعار بتاعتها والتفاوض بتاعتها اسهل شويه من الانديه المصريه. تمام. تاني حاجه طبعا بيقع العبء الكبير على اللاعب المصري. أيوة. اللي بيفاجئ بنواحي بدنيه مختلفه تماما عن اللي بيحصل في مصر. حياه طبعا حياه صعبه جدا، غير خصوصا اللعيبه اللي بيبقوا طالعين من القاهره بيبقى الموضوع صعب جدا هناك، بيبقى شغلك ثم شغلك دي اهم حاجه، واحنا مش متعودين على ده. لا مش متعودين على ده. لا مش هنكذب، مش متعودين على ده، زي ما حضرتك قلت موضوع نفسي والعقليه يعني. أيوة. يعني العقليه بتاعتنا مع اول يعني مع اول حاجه لا انا عايز ارجع مصر، مع اول مشكله انا عايز ارجع مصر. وطبيعي جدا انت في دوله تانية ورايح تحقق حلم، طبيعي جدا هتقابل يعني مشاكل كتير، هتقابل معوقات كتير. لا احنا مع اول مشكله او اول حاجه بنقول عايز ارجع مصر. هو انت في اول تجربه احتراف يعني اول مره تخرج من مصر كلاعب كره راح تلعب في نادي بره، اللي هي تجربه سويسرا مثلا، تمام، كانت ايه يعني الحاجات اللي انت متوقعها، ايه الانطباعات اللي انت متوقع انك تلاقيها في حياه الاحتراف الجديده في سويسرا، وايه اللي انت لقيته على ارض الواقع؟ انا عايز اقول لحضرتك برضو مش عشان انا موجود هنا او عشان انا اهلاوي او حاجه، انا مفيش فرق اطلاقا بين النادي الاهلي من الناحيه الاحترافيه والنظام وكل حاجه وبين اي نادي في اوروبا. يعني انا بقولها بمنتهى الامانه، بين اي نادي في اوروبا النادي الاهلي بيطبق الاحتراف، عايز اقول لحضرتك. فانا بالنسبه لي انا يعني
ما حسيتش بفرق كبير طول أيه. عمري بتمرن مع مدربين اجانب. حضرتك عارف كان في قرار النادي الاهلي المدرب يبقى اجنبي على طول يعني. يمكن رجع تاني القرار ده باستثناء كابتن حسام البدري او كابتن محمد يوسف. والاثنين حققوا انجازات. لا انا بتكلم ان انا حتى لما طلعت يعني المدرب الاجنبي موجود، الناحيه الاحترافيه موجوده، الجماهيريه موجوده، الامكانيات موجوده برضو في النادي الاهلي. ما حسيتش بفرق كبير جدا. كانت اول تجربه يعني، كان على سبيل الاعاره يمكن نادي اف سي اراو، طلعت كملت معاه الدوري هناك، حققنا مركز كويس. باشمهندس عدلي كوعي موجود يعني، طلبني تاني للشراء بس النادي الاهلي كان محتاجني الفتره دي. رجعت ولعبت يمكن من احسن مواسم ليا لما رجعت بعد سويسرا. بعد سويسرا يمكن كان مستر جوزيه برضه. دي بالنسبه يعني، مش بقول كده بقول لحضرتك عشان النادي الاهلي ولا حاجه، فعلا النادي الاهلي من يعني اكنه نادي في اوروبا بالظبط بالظبط يعني، من جميع النواحي. فدي ما قابلتنيش انا المشكله دي خالص، وخصوصا زي ما بقول لحضرتك المدرب اصلا، ان انا اصلا طلعت من الناشئين موجود المدرب الاجنبي موجود بفكره بكل حاجه باحترافيته وكل حاجه. هرجع لسؤال حضرتك يعني، موضوع اللاعب المصري وبرضه وانا واحد منهم، مع اول مشكله قابلتني بصراحه في تركيا كان مشكله ماديه يعني. كان كابتن عبد الظاهر السقا هناك وكابتن احمد حسن موجود وهم موجودين دلوقتي. بالمناسبه بقول لكابتن عبد الظاهر السقا ربنا يشفيك يا رب. يا رب طبعا نتمنى له السلامه ان شاء الله وكل المصابين يعني. في تاخير شويه في المرتبات. هي تركيا ده نظامها بتقعد 3 4 شهور. انا مع اول مشكله رحت رجعت. طبعا انت حضرتك عارف الموضوع عرض وطلب. اما رجعت اول باب خبطت عليه النادي الاهلي، كان الفتره دي موجود لعيبه كبيره جدا، محمد شوقي وحسن مصطفى وكان مجموعه هايله يعني. انتقلت للنادي الاسماعيلي بعديها، الحمد لله جات لي فرصه الاحتراف تاني في السويد. رجعت بقى لاسباب خاصه كده يعني من السويد، وكملت بقى مع حرس الحدود. يمكن الحمد لله برضو من اللعيبه القليله جدا اللي بتمشي من النادي الاهلي يعني وتحصل على بطوله. يمكن انا حاصل على بره النادي الاهلي على بطولتين كاس مصر وبطوله كاس سوبر مع نادي حرس الحدود. اخذت 3 بطولات مع حرس الحدود. فدي برضو يعني من الحاجات الكويسه يعني يعني منصه التتويج ده يعني في الغالب للنادي الاهلي يعني. أيوه. انت تخرج من النادي الاهلي وتحصل على بطوله، فدي كانت حاجه كويسه جدا. اخذت 3 بطولات. الحمد لله يعني. كان معايا برضو كابتن اسلام الشاطر، كان موجود معايا الفتره دي في حرس الحدود، ولاعيبه كتير جدا طبعا. كان كابتن طارق العشري برضو ربنا يشفيه وربنا يقوم بالسلامه يا رب. كان هو المدير الفني يعني. بعيد عن المستطيل الاخضر، مين اقرب الناس كانوا لكابتن محمد جوده من فرقه نادي الاهلي؟ يعني لعيبه كتير جدا. كان حسام غالي. حسام غالي، محمد شوقي، كابتن خالد بيبو طبعا يعني اخويا وحبيبي. في لعيبه كتير جدا يعني. ذكرياتك معاهم مع الاسماء دي تحديدا ايه يعني، بالذات في الماتشات المهمه او المعسكرات اللي بتبقى فيها تجمعات لفترات طويله، او الماتشات اللي في افريقيا؟ انا بعرف انه كواليس افريقيا فيها قصص وحكايات كتير جدا. طبعا خلي بال حضرتك الموضوع مختلف غير دلوقتي يعني. احنا كنا بنقعد في افريقيا عشان نسافر نلعب في افريقيا، بنسافر قبلها بخمس ايام ونرجع بعديها بخمس ايام. ونروح بنصطدم، عايز اقول لحضرتك مش بفنادق يعني، وفي موتيلات. لا اقل من كمان، اقل من الموتيل يعني. وساعات بتبقى مقصوده يعني من الفريق الثاني. وفي اغلب الاوقات بتبقى هي دي امكانيات فالموضوع بيبقى صعب جدا طبعا. اغلب اللعيبه، او خصوصا كلنا قريبين من بعض وكل حاجه، بس بطبيعه الحال بيبقى في 2-3 لعيبه قريبين ليك بتتجمع، لان برضو كنا بنبعد خالص عن موضوع ان احنا ناكل في الاوتيل، لان احنا مش عارفين الاكل ايه. كل طبعا اللي بيقدر يجيب حاجه معاه، المعلبات وكده. فدي من ابرز الحاجات يعني، ابرز الحاجات. في اصعب سفريه سافرتها مع فريق النادي الاهلي؟ كنا هنلعب تقريبا كوت ديفوار، في مش متذكر كده الفريق. كوتوكو كوت ديفوار. لا كوتوكو غانا. مش متذكر بصراحه. يعني يمكن بس ماتش رسمي في بطوله افريقيا. ماتش رسمي في بطوله افريقيا. ممكن يبقى اذربيجان مثلا. رحنا وطبعا سفريه طويله جدا، لقينا الفندق طبعا صعب جدا.
المهم قالوا لنا نروح فندق، كل ده واحنا تعبانين طبعا مش قادرين نروح فندق. بتتكلم على سفر كام ساعه مثلا؟ كتير جدا، وترانزيت وتقعد في المطار مثلا. كوت ديفوار ده الساحل الشمالي الغربي للقاره الافريقيه. لا لا لا، يعني هو الموضوع تقريبا كان كان, كان كان متعب جدا يعني. يعني ما شاء الله دلوقتي طبعا سواء عن طريق الطيران العادي او طياره خاصه، يعني في راحه شويه للعيبه، ربنا يوفقهم يا رب. رحنا اوتيل تاني لقيناه أسوأ، رحنا اوتيل تالت لقيناه أسوأ، والعكس يعني. الموضوع كان يعني بالنسبه لنا ما كانش يعني، عايز اقول لحضرتك حاجه، لولا النادي الاهلي يعني لعيبه ورجاله، ما فيش ما كانش تتحقق اي انتصارات في الاجواء دي خالص. لان انت بتوصل لمرحله ان انت بتوصل ل90 دقيقه مش مرهق، كلمه مرهق دي قليل جدا يعني. كان زي ما بقول لحضرتك عشان ما اظلمش حد، سواء مقصودة أو غير مقصودة، سواء دي إمكانيات البلد أو إمكانيات النادي اللي احنا رايحين نلعبه أو لا، فالموضوع كان صعب جدا يعني. إيه الجيل كابتن محمد جودة كان يحب أنه يلعب معاه؟ يعني أنت لعبت في جيل فيه نجوم طبعا كتير جدا، والأسماء اللي أنت ذكرتها كابيتانو حسام غالي طبعا وخالد بيبو وابراهيم سعيد، كل دول كانوا نجوم الحقيقه. لكن هل في جيل معين انت كنت تحب تبقى بتلعب يعني مع الجيل ده؟ يمكن يعني انا بالنسبه لي، انا يعني لما طلعت صعدت كان كابتن شوبير يعني حضرت ناس كتير برضه. أيوة. حضرت كابتن شوبير، كابتن اسامه عرابي، كابتن حسام حسن، كابتن ابراهيم حسن، كابتن مجدي طلب، يعني ناس كتير جدا يعني. ناس كتير جدا. ده الجيل اللي كان بيسلم جيلكم تقريبا. لعبت معاه يعني فترات، مش يعني كابتن اسامه عرابي، كابتن حسام، وكابتن ابراهيم لغايه ما مشوا. كابتن شوبير اتمرنت معاه، ما لعبتش معاه مباريات رسميه، ولكن يعني طبعا سيظل طبعا جيل كابتن خطيب. بيتقال دايما في النادي الاهلي انه الكباتن الكبيره لما بتستقبل يعني ولاء شباب صغير طالع من فريق الناشئين مثلا بيلعب لاول مره مع فيرست تيم، دايما الكباتن الكبار او الاسماء الكبيره اللي في الفريق بتتعامل معاهم بشكل معين او بتستوعبهم بشكل معين. او مين اللي كان ليه دور كبير معاك من يعني طبعا يمكن من اللعيبه او الاسماء الكبيره؟ انا يمكن اول معسكر للمباراه الرسميه، يعني يمكن انا كنت اما صعدت الفريق الاول في تخيلي يعني كاي حد ان كابتن حسام وكابتن ابراهيم في اوضه واحده يعني في المعسكر، يعني ما اعرفش ان هم منفصلين. فاعتقد كابتن حسام وكابتن ابراهيم من اكتر الناس يعني اللي استقبلوني، لان انا قعدت اصلا مع كابتن حسام في اول مباراه رسميه، ومن بعديها يعني من بعديها جت العلاقه. وكله بصراحه كابتن اسامه عرابي، كابتن هادي خشبه، كابتن وليد صلاح، كابتن هشام حني، مش عايز انسى حد. أيوه. يعني فعلا زي ما حضرتك بتقول، انت بتبقى رايح في رهبه كبيره جدا، انت هتقابل نجوم وهتتعامل مع نجوم بتتفرج عليها في التلفزيون، بتلاقي الموضوع هم اللي يعني بيدوبوا كل الكلام ده خالص، في مجرد ان هم تعالى اسمك ايه ويقعدوا يتكلموا، ومجرد كمان اما يلاقوك لعيب كويس الموضوع بيفرق معاهم جدا يعني. ايه رايك في فريق نادي الاهلي؟ وهو احنا يعني كلام خدنا ورحنا لافريقيا، احنا عندنا النجمه التاسعه اللي الاهلي بيدور عليها. البطوله دي بقى لها ايه 7 سنين، اخر مره خدناها 2013 بطوله ابطال الدوري، صح؟ احنا خدنا الكونفدراليه بتهيألي 2014 بعديها الكونفدراليه، بس ابطال الدوري 2013 الاهلي داخل على قبل نهائي هيلعب مع الوداد. رايك ايه في المشوار الاهلي في البطوله وفرص الاهلي في البطوله دي تحديدا من وجهه نظرك؟ يعني طبعا من وجهه نظر متواضعه يعني، وانا يعني كويس ان حضرتك بتاخدني الاسئله دي اللي انا يعني بحبها، مش بحب اي حاجه اتكلم عنها. ليها علاقه بنفسك؟ حسيت ده استرجع معاك برضه ذكريات. طبعا من حق ذكريات الناس وكل حاجه، بس يعني النواحي الفنيه يعني. وبنفكر الاهلي بجيل، انا بيتهيألي الجيل اللي بدا الالفيه الجديده دي يعني ما كامل التقدير والاحترام. كل لا دي حقيقه. انا في اول يوم في القناه قلت انا بيتهيألي ما فيش لعيب مش بس في الكوره، في اي رياضه لبس تيشرت النادي الاهلي ما فازش ببطوله على الاقل. كلام يعني صح، كلام صح. فبالتالي انه مع بدايه الالفيه الجديده حصل نقله نوعيه في ما يتعلق ببطولات الاهلي، خصوصا البطولات القاريه يعني. طبعا يعني طبعا من بعد سنه 2000 كمان الموضوع. أيوة. مختلف والفرق كبير جدا يعني. ما فيش شك برضو يعني بتكلم والله بمنتهى الحياديه، ما فيش شك ان النادي الاهلي، ومش عايز الكلام ده ياثر طبعا على لعيبه النادي الاهلي، ان النادي الاهلي المرشح الاول للبطوله ان شاء الله. يعني لو حضر ان شاء الله طبعا، لو حضرتك سالت في المغرب، سالت في اي حته، الاهلي المرشح الاول للبطوله، وطول عمر النادي الاهلي بيدخل بطوله بيبقى المرشح الاول ليها. بعض الظروف، بعض عدم التوفيق والكلام ده اللي كان بيحصل، دي وارده جدا في الكوره. انما على المشوار الافريقي طبعا النادي الاهلي ماشي بصوره كويسه جدا،
وصل من ضمن اربع فرق محترمه للدور قبل النهائي. الناس بس بتبقى عليها. انا مثلا من حاجه زي الغيابات، يعني انا معاك انه الاهلي يبقى بحكم التاريخ وبحكم الرصيد وبحكم كل حاجه هو المرشح الاول، بس برضو ما نقدرش ننكر انه الجمهور عنده مساحه من القلق، او يعني في عندك غيابات مثلا ممكن يصادفك ماتشات الفرقه المصريه مع منتخبات شمال افريقيا بيبقى ليها كده تركيبه خاصه وحسابات يعني مختلفه، سواء كان بيلعب مع بطل تونس بطل الجزائر او بطل المغرب بتبقى هل انتوا اكيد عارف لو لعبت معاهم؟ يعني طبعا يعني الموضوع هينقسم لشقين، يعني الشق الاول طبعا لو في غيابات لا قدر الله لاي حاجه دي تبقى خارجه عن اراده يعني المدرب والجماهير والاداره وكل حاجه، وان شاء الله ده ما يحصلش يعني. وتاني حاجه يعني من وجهه نظري المتواضعه طبعا، اي حد هيلبس تيشيرت النادي الاهلي يعني لعيب لا قدر الله مش موجود ايقاف او اصابه، المفروض اللعيب اللي يلعب مكانه ده لعيب برده لعيب محترم ولعيب بيلعب في النادي الاهلي ويعوض غيابه. فاعتقد ان شاء الله من ناحيه الغيابات دي ما تقلش، احساس اللعيبه بالمسؤوليه كبير جدا، لان زي ما حضرتك قلت البطوله غايبه من فتره، يمكن البطوله التاسعه دي ان شاء الله تبقى الموسم ده على ايد اللعيبه الكبيره دي، اعتقد حاسين بالمسؤوليه وان شاء الله يحرزوا البطوله ان شاء الله. مين اسلوب لعبه وطريقه لعبه في الاهلي دلوقتي يعني بتفكرك بمحمد جوده؟ لا كل الناس احسن طبعا، كل الناس احسن بكتير يعني. بلاش الاجابات الدبلوماسيه، لا خالص والله. في لعيب تحركاته في الملعب، استقباله للكوره، تسليمه للكوره، شطه، يعني انا جريته. هكلم حضرتك كمركز يعني. انا شايف ان عمرو السوليه مميز جدا يعني الفتره دي، ولكن طبعا هو احسن بكتير يعني. مستر فايلر وقيادته للنادي الاهلي رايك في ايه من اول ما ابتدى او تسلم المسؤوليه لغايه النهارده يعني في بطوله افريقيا؟ طبعا مدرب كبير ومدرب محترم، يمكن يعني هنشوف المباراه الجايه. كنت ضيف احد القنوات وفي بحل مباراه النادي الاهلي ونادي انبي، في بعض الحاجات كده اعتقد ان مستر فايلر ان شاء الله يعني اكيد هو ادرى ومدرب كبير، وان شاء الله المباراه اللي جايه، لان عايز اقول لحضرتك ان نغمه ان النادي الاهلي خد الدوري دي انا عن نفسي كلاعب انا مش حاببها يعني يمكن نكمل طول ما البطوله موجوده على الورق نكمل فيها، سواء هياخدها من ناحيه استعداد للمباريات الدور قبل النهائي في ابطال افريقيا. ويمكن عايز اقول لحضرتك بتعرف المدرب الكويس، ويمكن هو مميز جدا فيها دي من خلال الشوط الثاني يعني حضرتك حتى دايما في مقوله كده يقول لك الشوط الثاني شوط المدربين شوط المدربين بيقرا المباراه كويس جدا اكيد بتعليماته بين الشوطين او خلال اللقاء نفسه بنلاقي شكل تاني، وخصوصا في الشوط الثاني. وشايف انه اراد فايلر دايما للشوط الثاني او لاداء الخصم واداء فرقته في الشوط الاول بيعرف يترجمها بشكل كبير جدا في الملعب. دي حقيقة موجوده يعني انا مش رايي، انا يمكن راي اغلب النقاد واغلب الجماهير طبعا. لما بتلعبوا في ماتشات افريقيا بمناسبه برضو قبل النهائي بيبقى الافضل من وجهه نظر يعني من وجهه نظر لعيب مش من وجهه نظر لا جمهور ولا مدير فني. تمام، قصدي حضرتك من وجهه نظر لعيب الافضل انك انت تروح تلعب في المغرب الاول وبعد كده تلعب مباراه العوده على ارضك، دي بالنسبه لك طبعا بتمثل افضليه. دي طبعا بتبقى الاحسن بكتير، لان انت بتحاول تعمل اي نتيجه ايجابيه هناك يعني بيبقى عندك زي ما بيقولوا فرصه ثانيه وعلى ملعبك وعلى ملعبك كمان، فدي طبعا احسن بكتير يعني دي بالنسبه لنا يعني كلاعيبه واكيد كمدربين يعني. عالميا كابتن محمد مين الفرقه اللي انت بتشجعها ونجوم من وجهه نظرك دلوقتي؟ يعني انا بشجع ريال مدريد يمكن حزين جدا على خروجه من دوري ابطال اوروبا، خروج قاسي جدا على الرغم ان هو فاز بالدوري الاسباني، لكن الخروج امام المان سيتي كان صعب قوي. نفس ريال مدريد يعني برضو يعني بالنسبه لي برضو يعني اخذ الدوري وكل حاجه، ولكن يعني زي ما بنتكلم عن النادي الاهلي دوري ابطال افريقيا دلوقتي الاهم لجمهوره يعني فاعتقد دوري ابطال اوروبا كان كده، ومن اكتر طبعا اللعيبه اللي انا بحبها زين الدين زيدان يعني هو كان لعيب. واللعيبه اللي بتلعب حاليا يعني طبعا كريستيانو رونالدو بحبه جدا، محمد صلاح طبعا يعني مش علشان برضو اي حاجه يعني انما هو اصلا ولا عشان راجل يعني مصنف لا هو يعني مصنف من ضمن احسن ثلاث لعيبه في العالم، فربنا يوفقه يا رب. والله محمد صلاح غير انه حقق يعني انجازات كتير جدا للكره المصريه وليفربول، انا بيتهيألي اهم بصمه سابها هو انه رفع سقف الطموحات عند جيل جديد من لعيبه الكره، ونتمنى نشوف زي صلاح كتير. سريعا جدا يهمني اتكلم معاك على فكره
التدريب انت خدت تجربه انك انت تشتغل في جهاز فني وقطعت فيها مشوار اعتقد مش قليل، واشتغلت ايضا في مجال الاعلام الرياضي لفتره بسيطه. فين محمد جوده من الاثنين دول؟ هل انت محدد طريق معين او عايز تحقق حاجه معينه في حاجه من الاثنين، ولا لسه يعني مش لاقي نفسك؟ لا هو يعني يمكن انا من بعد ما بطلت على طول، بطلت 2013 مسكت على طول من 2014 من 2014 ل 2019 ما بين مدرب في قطاع الناشئين في نادي طلائع الجيش لمساعد مدرب لمدرب عام. مدرب عام. لمده 5 سنين من بعد ما بطلت على طول. يمكن زي يعني قلت قبل كده ان انا كنت اخد السنه دي كده مهله شويه، ان انا لان انا بطلت دخلت في التدريب على طول. وعايز اقول لحضرتك مهنه شاقه جدا جدا، يعني بيجي لك كل الانفعالات خلال ال 90 دقيقه. مره بتفرح، بتتوتر، بتحزن. فاعتقد ان شاء الله يعني هاخد قرار. جت بقى طبعا جائحه كورونا دي اجلت القرار شويه، وان شاء الله بشوف المعروض. اتمنى تكون مشارك في يوم من الايام في تدريب فرق النادي الاهلي، طموح بالنسبه لكابتن طبعا محمد. اكيد ده شرف لاي حد، يعني شرف لاي حد. نورتنا وشرفتنا في السادسه، بشكرك شكرا جزيلا على تشريفك لينا، بشكرك على التيشيرت الحلوه اللي نورت استوديو السادسه النهارده. لا ده انا من جمهور، انا من جمهور الدرجه الثالثه كمان. نتفرج على بعض مع بعض بقى ان شاء الله على ماتش قبل النهائي، وان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا ونوصل النهائي ونتابعه مع كل جماهير الاهلي، وان شاء الله باذن الله الاهلي يرفع كاس البطوله المفضله عند الجماهير الاهلاويه. بشكرك كابتن محمد جوده مره ثانيه، شرفتنا ونورتنا. بشكر كل جماهير السادسه اللي تابعت حلقه النهارده، ونقابل حضراتكم ان شاء الله بكره وحلقه جديده ولقاء يتجدد يوميا الساعه 6 مساء بتوقيت القاهره.